يحب يحكي لي عدو يا راسي وجعني. استنى يا راجل يا راجل فسروا لي انا ما نحبش احكي على العرك. انا نحب نحكي عدو هذاك بتاع المليارات. سي محمد شو حكيته اللي وريته انت ريته اللي وريته من الاخر باختصار جريمه في حق الدوله. ما 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 نجيش نمشي معك اكثر من هكا. كيفاش تخدموا؟ مش نخدم اللي شاد اللي يشرف على هلال واللي جابهم معاه هما اللي قاعدين يسيروا والفوضى اللي وصلنا لها وقت اللي صارت الازمه بتاع غزه. اي الرئيس الجمهوريه شكار كلف الهلال الاحمر التونسي باش تصير لي عينيه، يعني شكون عينيه وماليه بطبيعه. العينيه تشوف في الكوارث ايش صار فيها. الماليه شكون؟ الماليه جابوا عباد معينين، جابوا جماعتهم هما اللي احنا اصلا ما نعرفوهمش. وحطوهم هما يشرفوا، اختها برمي العباد اللي محطوطه على جران تونيس ولا تلم في الفلوس. سي محمد باش تجي تعطيني فلوس كي باش تجيب لي انت مليون انا ممنوع عليا راه نقبل مليون عليه نقول لك هاو كونت الهلال برا صبوا في الهلال انت علاش جايبوا لي سبيس لا هما يقبلوا في السبيس بالملايه مش مليون مليون و14 مليون و7 مليون 8 ملايه يا اخي سي محمد كي باش تخرج انت من غادي باش تقعد تتبع فيا صبيته مثلا كيفاش باش تطيش انت وجه الليل عطيته في الاخر مش طيشوا نسيو ريت انت كراد الفلوس يروحوا بلدي انا ريت معاينه قانونيه عملها واحد مدها لي هاي معاينه قانونيه هذيا صبيتها انا في الجورجاني في الشكاية اللي شكيت بيه موجوده هذيا يروحوا بالكراد الفلوس للديار يهزوا فيهم قال شنو غضب في صبون في البنكة سامحني انت انا قانون يسمح لك باش تهز كراد الغضب تصبهم في البنكة انت تسب الفلوس تصب في البنكة اولا ما تقبلش الساعه فلوس شو اللي تقبل فلوس؟ إذا قانون يقول لك 5000 دينار ما عندكش الحق تدور بها، شو هذا الفلوس تروح بها من دارك هذي؟ فهي المعاينة، وهذه موجودة راه في الشكاية. واحنا في الكواليس نتاع التحضير هنالك من قال أن هذه المساعدات ليست إلا قطرة من فيض. راهو الحاجات اللي توصل للهلال الأحمر التونسي وتهدر بطريقة اعتباطية وبطريقة غير مقبولة وبطريقة صادمة كميات وافرة برشا دواء قاعد يضيع الدواء تلم وتراكس الدواء يفسد ويترمي الدبش يفسد المواد الغذائية حدث ولا حرج في المخازن خاصة في طريقة حفظها. الكلام هذا صحيح ولا غلط؟ وأنت قبل المسؤولية الإخلاقية أمام مسؤولية قانونية بوصفك مدير تنفيذي للهلال الأحمر. الكلام هذا صحيح ولا لا؟ علاش الدواء يفسد؟ علاش يقعدوا يفرزوا فيه شهور وليالي وين يوصل يطيش في الفضلات وما يوصلش المستحقي علاش المخازن بهذه الوضعية علاش المواد الغذائية مطيشة علاش حليب الصغار يتحط في فريجوات معطبة لا تشتغل هل انتوما خارجين على القانون ولا تحترمون القانون ولا تحترمون المعايير الصحية ها؟ وما تهمتكمش المساعدات تفزت تترمي في الزبلة ولا لا رقيب ولا حسيب ويحكم فيكم كالرب يعني ما كمش خاضعين للرقابة بالعربي بالضبط سي محمد لهنا انت وجهت سؤالك على اساس اني انا كمدير تنفيذي عنصر فاعل في الهلال الاحمر التونسي احنا وقعت يعني حطنا معناها على جنب منذ تقريبا 2018 معناتها مجمد انت؟ لا انا كمتطوع ما نجمش يجمدني لا بروف اني حاضر بصيفتي لهنا، انا متطوع كما هو متطوع راه باش نبداو صحيحين. اما مجمد دون كيل سونس ما نديش الحق ننشط في الهلال الاحمر التونسي كما كنت ننشط 38 سنه انا في الهلال الاحمر. لا خلينا من المناصب والحكايات هذه. ماهيش مناصب. لا 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 بربي يحكي لي عدو راه راسي وجعني. استنى يا راجل يا راجل فسروا لي انا ما نحبش احكي على العرك. يعني نحب نحكي على الدو هذاك بتاع المليارات سي محمد شو حكيته اللي وريته انت ريته اللي وريته من الاخر باختصار جريمه في حق الدوله ما 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 نجيش نمشي معك اكثر من هكا كيفاش تخدموا؟ مش نخدم اللي شاد اللي يشرف على هلال واللي جابهم معاه هما اللي قاعدين يسيروا والفوضى اللي وصلنا لها خاطر احنا قاعدين نتكلموا ونخرجوا في لي بلاتو ونقولوا راه ما يصيرش هكا راه فما فوضى راه فما سرقات شبهات فساد بربي 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 يا دكتور
تفضل. خليني نعرف نسأل. أنت طبيب دكتور سامحني. دكتور. طبيب. أنت دكتور في إدارة الأعمال. تعرف معنى إدارة الأعمال؟ طب ينصير في يعني ستوك نتاع الدويات بالمليارات تعرف تحكم فيه. اكزاكتومون. إي شنو هذايا؟ فوالا هذاك كان جينا إحنا في مناصبنا قاعدين. راه ما صارش بصح كان باختصار. شكون يجيري في ستوك سامحني؟ ستوك يجيري في الدويات. صحيح ستوك يجيري فيه. اللي توا يقول أنا رئيس الهلال الأحمر التونسي اللي هو الدكتور الشابو. ولا الناطقه الرسميه جايبه جماعتها. انت كي نقول لك انا جايبه اختها تلم في الفلوس, اختها تلم في الفلوس, هاي عندي بامضاء من عند الدكتور عبد اللطيف الشابو تلم في الفلوس على جرون تونس تاع غزه. اختها الفلوس تاع غزه مش راسلك. شنو تلم في الفلوس؟ برافو دقيق معاك. كيفاش تلم في الفلوس؟ مش نلموا الفلوس احنا تاع غزه. تحمل مسؤوليتك راه. بيان سور تحمل مسؤوليتك. كيفاش تلم في الفلوس؟ تلم في وقت اللي صارت الازمه تاع غزه. اي الرئيس الجمهوريه اش قال؟ كلف الهلال الاحمر التونسي باش تصير لي عينيه. لي عينيه شكون؟ عينيه وماليه بطبيعه. العينيه تشوف في الكوارث اش صار فيها. الماليه شكون؟ الماليه جابوا عباد معينين يزون ايكارتي الموظفين والمتطوعين نتاع الهلال الاحمر. نحكي لك ايكارتي تنحاو جابوا جماعتهم هما اللي احنا اصلا ما نعرفوهمش وحطوهم هما يوسفوا اختها برمي العباد اللي محطوطه على جران تونيس ولا تلم في الفلوس مسؤوله عن جمع الاموال. جران تونيس اربع ولايات تحتها هي اختها ولات مسؤوله على البرامج. عندي الورقه باللونتير. خليني بس مسؤوله. كيفاش تلموا في الفلوس؟ ليه؟ ما تعرفش عليك كيفاش تلموا في الفلوس؟ هاي الغلطه هي فين؟ الغلطه انت الفلوس يقول لك؟ إن انا قاعد تو وانت سي محمد باش تجي تعطيني فلوس. كي باش تجيب لي انت مليون انا ممنوع عليه راه نقبل مليون. عليه؟ نقول لك هاو كونت الهلال برا صبوا في الهلال انت. علاش جيبوا لي سبيس انت؟ لا هما يقبلوا في الاسبيس بالملايين مش مليون. مليون و14 مليون و7 مليون و8 ملايين. اش يعطيك؟ يعطيك ورقه بابي اكات بالكاشي. اخي انت سي محمد كي تجيني بتعطيني 100 دينار باغ اكزومبل. عطيتني 100 دينار متعدي انت من المقريل. قلت لي هذين اخواتنا في غزه داكوردو. انا عطيتك ورقه روسي معناها بالكاشي ورقه بيضاء. مو روسي نيميروتي وكارنيه. لا نيميروتي ماهوش نيميروتي وماهوش بارافي. تهنى اخي انت سي محمد كي باش تخرج انت من غادي مش قاعد تتبع فيا صبيته مثلا تبقى مش طيش انت لي وجه اللي اعطيته في الاخر مش طيش الرسو يعني خارج الرقب. صحيح انا عندي اليوم انا عندي معاينه قانونيه وريتها لك قبيله. المعاينه ذي فيها الاموال الماليه فلوس كرازن تتهز في الكراهب في الليل كرازن فلوس. اي رئيس الهلال الاحمر واللي معاه سوا ديزون ناطقه رسميه تهز فيهم في الليل قرشوه غدوه باش يصبوهم. هيا معاينه معموله بشاهد موجود في الهلال الاحمر. قال لك نهزهم هذه باش يباسيوك. باش يباسيني؟ باسيني حاجه زي كان اللي خلقني. يا دي تحكي بالحق. يا اخي نقول لك معاينه عندهم نفس تقول لي يباسيوك. ريت انت كراد الفلوس يروحوا بين ديالهم. انا ريت معاينه قانونيه عملها واحد مدها لي. هاي معاينه قانونيه. هذيا صبيتها انا في الجورجاني في الشكايه اللي شكيت به. موجوده هذيا. يروحوا بالكراد الفلوس للديار. يهزوا فيهم قال شنو هو؟ غدوا باش يصبوهم في البنكة. سامحني انت. شو انا قانون يسمح لك باش تهز كراد الغدا تصبهم في البنكة. انت تصب الفلوس تصب في البنكة. اولا ما تقبلش الساعة فلوس انت. شو علاه تقبل فلوس؟ اذا القانون يقول لك 5000 دينار ما عندكش الحق تدور بها. كان يشدك البوليس فوقك 5000 دينار 6000 دينار يوقفك. في بالك ولا ايه؟ شنو هذا الفلوس تروح بهم لدارك هذي؟ هاي المعاينة. وهذه موجودة راه في الشكاية. ومشات في الجورجاني. وتم الشكاية موجودة وتحل فيها بحث كبير. هل نستناه في اللوسو؟ وين النتائج تاع البحث؟ السويفي الله اعلم. هل نستناه وكهو؟ بطبيعه الحال احنا في البلاتو نتناقشوا ونحكيوا. والسيد رئيس الهلال الاحمر التونسي ان كان له راي مخالف مرحبا بيك وحق الرد مضمون وتفضل جاوب. السيد قالك تروح بكراد الفلوس لدارك هكا ولا؟ اي نعم اي نعم. المعاينه شكون؟ مش انا قلت المعاينه.